السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. اليوم راح نشرح لكم اول تمرين تمرين الارك واك. اكثر الشباب الارك واك ما يصير تعدى رجلك بالسرعه. ان شاء الله راح اعطيكم اياه واستفادون منه. راح تنزل كامل تصعد وتبقى على الحلقه، راح تشتغل عضله الخلفيه ايضا او وياها. تنزل كامل ايضا العضله الخلفيه والعضله الاماميه والعضله الجانبيه راح تستفاد منها. ايضا الى دواخل امام من راح تستفاد حتى لو راح تلوت على العضله ما راح تستفاد. تمارين اخرى ما راح يبقى لوت بالعضله راح تتمرن تقاوم وكذا. ايضا تنزل كامل صدرك تنزل كامل صدرك اذا خوارج امامك تعب العضله اذا تك امامك. صراحتكم على التك هذا الفيديو ان شاء الله راح نناقشه. واذا خلفي ان شاء الله تسكت في اماكن الدك بعضله الجانبيه تتابعون ان شاء الله. بطيء خش انزل على كيفك بطيء خش. راح تشتغل العضله الجانبيه وايضا تشتغل العضله الخلفيه. تدمير هاي المنطقة عضلة جانبية بالكامل داير حبل. ايضا تابعونا بالدفع بالاكواب في هذه الاكواب المستوى العضله الجانبيه. بالضبط هي العضله الجانبيه وهي العضله الخلفيه جالس. نزول كامل لحد لي امان عضلة تتعب. هاي التمرينين ان شاء الله نستفاد منها. تمرين لايك لايك القناه. واخوكم كابتن عمر مدرب الدولي، واي شيء تحتاجون انا بالخدمه.